هاي مش نحر كل لك الجريزة هاي عن جد مش حركة هاي حركة عن جد مدني مدني عبد تعالوا مدني عبد سامي تعال اليوم احنا ضمن مشروع انقلعوا شجرة بنزرع 10 وهو زراعة المليون الثالث للأشجار المثمرة في فلسطين والممولة من العربية لحماية الطبيعة والتي مقرها الأردن طبعا مشكورة ومشكور الشعب الأردني الشقيق الذي يتبرع لهذه لمثل هذه المؤسسات كي نشجر ونخضر أراضي فلسطين وخاصة تلك الأراضي مثل هذه الأراضي المجاورة للجدار أو للمعسكرات أو للحواجز أو حتى لمصانع الموت جيشوري أو مصانع الاستيطانية باعتبار أنها تقع على أراضي هي أراضي كرمية. إحنا اليوم نستهدف هذه الأراضي بالتعاون مع جامعة خضوري لزراعة الأشتال والأشتال النوعية التي تفتقد لها محافظة طول كرم كأشتال القشطة والمانجا والأفوكادو حيث نسعى نحن من خلال هذه الزراعات النوعية إلى زيادة المنتوج من هذا المنتوج الزراعات كي نغلق الطريق على المنتج الإسرائيلي الذي يغزو أسواقنا من هذه الأصناف وبالتحديد الأفوكادو باعتبار أن الأفوكادو هو في متناول كافة الأسر الفلسطينية وهو يعتبر وجبة يومية ومجموع ما لدينا من فلسطين لا يغطي أكثر من 15% من استهلاك السوق الفلسطيني. لهذا السبب نحن نشجع المزارعين من خلال هذه الزراعة من خلال هذه الفعالية على زراعة مثل هذه الأشجار. في البداية بنشكر الشعب الأردني الشقيق على دعمهم وتمويلهم لهي الأشجار المثمرة التي تمت زراعتها على أراضي خضوري. طبعا هي من المعروف أنه أراضي خضوري محاطة بالمصنع الجشوري وعنا في عنا الجدار الفصل العنصري. طبعا مجيئنا لهون وزراعة هاي الأشجار بدل على أنه التمسك بهذه الأرض وانتمائنا لإلها. إحنا اليوم عقدنا فعالية بشراكة مع الإغاثة الزراعية بتخدير أراضي فلسطين أراضي خضوري لأنه إحنا خاصة في هاي المنطقة نواجه كثير صعوبات من قوات الاحتلال في تجريف الأراضي، فإحنا عشان نحافظ عليها هاي يمكن المرة الرابعة إحنا نكون بزراعة هاي الأراضي، ورغم هيك بتتدمر بسبب دخول قوات الاحتلال، فإحنا عشان نحافظ على الأرض هاي وبالتعاون مع المؤسسات وندخل أصناف جديدة في المنطقة، فإحنا حبينا إحنا نزرع هاي الأراضي. وبرضو شغلة تعليمية إحنا ندرب الطلاب في كلية الزراعة على أصناف هاي كيفية الزراعة وشو أهميتها وإذا في المستقبل هم بنعمل مشروع يكونوا عارفين متدربين على هاي الأصناف في المستقبل.